طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا برحب بالحضور النهارده. النهارده موجودين امام محافظه القاهره بنحتفل سويا بتقديم موتوسيكلات مجهزه لمتحدي الاعاقه من ابناء محافظه القاهره. هذه هي الدفعه الثالثه وسوف نستمر ان شاء الله باذن الله. هذه هديه يعني ساهم في تجهيزها العديد من الجمعيات الأهلية في محافظة القاهرة بإشراف من المحافظة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية. وشرفنا النهاردة الدكتور حسام مساح أمين المجلس القومي للإعاقة، وإحنا عاوز أقول إنه ده واجب علينا وليس منا من أحد. متحدي الإعاقة فئة مهمة في المجتمع تحتاج دعم المجتمع وتشجيعه وتوفير السبل اللي تمكنهم من المشاركة في بناء الوطن والمشاركة في المشروعات الكبرى اللي مصر داخلة عليها في المرحلة القادمة. فأنا أولا بأقدم التهنئة لأبنائنا من شباب محافظة القاهرة اللي لهم اللي النهاردة بيحضروا معنا هذا الحفل، وبوعد إن احنا إن شاء الله هنكرر هذه الاحتفالات مرات أخرى. لن نترك شاب أو شابة في محافظة القاهرة يسعى للدراسة ويسعى للعمل دون أن نقدم له يد العون إن شاء الله بإذن الله. بشكر الجامعات الأهلية، بشكر الاتحاد العام، بشكر أيضا اللجنة اللي أشرفت على هذا على الشراء والتجهيز واختيار المواطنين الذين يستحقوا هذه الموتوسيكلات في هذه المرة. وأوعد حضراتكم إن احنا هنستمر إن شاء الله في هذا النهج بشكل مستمر وشكل دائم في المستقبل إن شاء الله بإذن الله. أنا بشتغل فرحتي وسعادتي إن الأشخاص ذوي الإعاقة بأيديهم هذه المحافل في جميع المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة، وأنا برحب جميع الدمجات التي ساهمت في إنجاح هذا العمل، وبوعد المعاقين بمزيد من الجهد والعمل للارتقاء بالإعاقة في أقرب فرصة إن شاء الله. الحقيقة طبعا يوم جميل لأنه النهارده بنعتبره يوم العطاء، إن احنا الدولة كلها بتهتم جدا بإيه؟ ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن طبعا دولت ناس يعني ظروفهم الصعبة بتعيقهم على الحياة، لكن هم استطاعوا إن هم يتغلبوا على الحياة، والدليل على كده إن هم يستطيعوا إن هم يركبوا دراجة، فلازم الدولة على الأقل توفر لهم هذه الوسيلة عشان يتغلبوا بيها على إيه؟ على الصعوبات اللي هم بيواجهوها جسديا. فهو زي ما يقول حتى يعني يقول لك مغبوط العطاء أكثر من الأخذ. الواحد يبقى بيفرح أكثر طبعا بإيه؟ بهذا اليوم اللي هو يوم العطاء إن شاء الله. هي طبعا بيحتاجوا العمل، بيحتاجوا لان المفروض طبعا العمل ده بيعمل استمراريه في ايه في الحياه المعيشيه. فلكن دي الدراجه اللي خدوها دي وسيله للايه للتنقل، ممكن هم مثلا من خلال انه يعرفوا يتنقلوا بيها ديت كلها تؤدي بيهم الى ايه ان هم تفتح لهم ايه اماكن لايه للعمل في اماكن متعدده يعني، وبالتالي يقدروا ان هم يواجهوا الحياه. القم الصليب متى سويرس عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات وعضو رئيس مجلس إدارة جمعية سان قبطية بشبر. الحمد لله على شكرا للمحافظ والنواب المحافظ وكل من ساهم جميع الجمعيات ونشكرهم على ذلك. وشعورنا كل خير يعني الحمد لله رب العالمين. شعوري حلو يعني ربنا يخلينا نحمد ربنا خلينا الرئيس ويخلينا الناس المحافظ. الحمد لله رب العالمين ربك لهم شعوري جميل قوي. بتمنى كل واحد ياخد حقه وكل يعني ربنا يسهل يا رب العالمين. والله الشعور النبيل والحمد لله ان ربنا يعني يهدي الناس وده خير للبلد كلها، ونرجو ان الخير ده يكون دائم على طول، لان يعني احنا كلنا ما نستحقش الا كل خير، وربنا يوفق ويولي من يصلح، ربنا يولي من يصلح.